بين من يقول إنه فبركة ومن يقول إنه تحريض على العنف، وبين من يضحك ملء فمه لمشاهدته. تستمر برامج المقالب التي يقدمها الفنان المصري رامز جلال خلال شهر رمضان. هذا العام يطل ببرنامج مقالب بعنوان رامز مجنون رسمي. رامز مجنون رسمي يعرض على شاشة ام بي سي مصر وام بي سي 1. يتلخص ذلك المقلب هذا العام في استدراج ضيوف على أساس أنهم سيشاركون في برنامج خاص بعد إيهامهم بأنهم ضيوف الفنانة أروى في برنامج كرسي الحقيقة. وبعد أسئلة عامة مطمئنة للضيف، تبدأ المذيعة بعرض صور لمشاهير يكون آخرها صورة مفزعة لرامز قبل أن يفاجئ الجميع بتمزيق ستار الصورة، ويخرج رامز بشكل مرعب وتبدأ مساومته للضيف. الفنانة غادة عادل كانت أولى ضحايا برنامج رامز مجنون رسمي، وظهرت الفنانة مكبلة في كرسي آلي يتحرك في الهواء بينما يطلب رامز منها ترداد أغنية. لغاية فين؟ أوكي أنا هخليك تنطقي، أنا هخليك تنطقي. لا تستهليها، تستهليها والله. مش أروى راح بهدوء 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 بعد بث أولى حلقات البرنامج اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات، وظهر وسم رامز مجنون رسمي. هنا إيمان إبراهيم تكتب في هذه التدوينة: رامز جلال يرغم غادة عادل على التذلل له، كادت تقبل يديه ورجليه في وسط التعذيب تعكس ساديته. دائما ألوم الفنانين الذين يقبلون عرض حلقات مهينة لشخصهم حبا بالظهور وبعض الدولارات. هاني علي يكتب هنا: رامز جلال بيمثل أنه بيعمل مقلب في الممثلين، والممثلين بيمثلوا أنهم اتعمل فيهم مقلب، والشعب بيمثل أنه مبسوط ومندهش والدنيا حلوة خالص. علي الزئبق يكتب: علي الزئبق يا جماعة والله اللي مش عاجبه رامز جلال ما يتفرجش عليه، يقلب الآن القناة، يشيل القناة خالص من عنده لو حابب، واللي عايز ينتقده ويسب فيه كمان براحته، انتقده واطلب من الناس تبطل تتفرج حقك، لكن حظر لا. بعد الانتقادات قال رئيس لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، يقول: نحن نناقش المخالفات الجسيمة التي شابت برنامج المقالب رامز مجنون رسمي.